السلام عليكم ورحمة الله. اتباعا يعني ل حلقات سلسلة وجهة نظر، وموضوع اليوم يعني خاص ب إتقان الكتا، يعني طرق إتقان الكتا. إذا هذا الموضوع يعني المهم، يعني كسابقيه بالنسبه للممارسين فن الكاراتي، يعني لا الاشخاص اللي عندهم رغبه باش يكونوا يطوروا يعني التنفيذيه ديال الكاتا او تنميه قدراتهم يعني في هذا المجال ديال الكاتا، لغرض اما البطوله او لتنميه الكاراتي، يعني الكاتا ديالو كممارسه يعني ديال فن الكاراتي، اللي كتبقى دائما يعني من الاساسيات تباعا للكيهون والكوميتي. اذا حتى هي من الاساسيات ديال فن ديال ممارسه فن الكاراتي. اذا بالنسبه للكاتا كتعتبر يعني مجموعة ديال التقنيات، يعني تقنيات كتكون تدرست يعني أحادية، ومن بعد يعني هي ملصقة، والكاتا كتبقى دائما في التاريخ ديالها، يعني هي وصلتنا بهذه الطريقة يعني من جيل لجيل لجيل حتى وصلتنا، ودائما مطالبين باش نحافظوا عليها بهذه الصيغه ديالها. ومنها حنا كنجتهدوا داخلها تقريبا، نخرجوا منها الكثير الكثير من الاشياء والخبايا على حسب المستوى ديال الممارس، كما هضرت من قبل بالنسبه يعني المستويات، بدايه من الاحزمه الاساسيه والاحزمه السوداء ثم الأحزمة المتقدمة. إذا كل واحد يعني عنده طريقته لاستخراج يعني الخبايا الموجودة في الكاتا. هذه بعد ما بطبيعة الحال خصو يمر بجميع المراحل اللي كنت تهضرت فيها في الأشرطة السابقة وفي الفيديوهات الموجودة في القناة، خصيصا بالنسبة لطريقة يعني التدريب والخدمة ديال الكاتا. في الاول كحفظ وننتقل وحنا غادي حتى كنطور الممارسه ديالي على حسب المستوى دائما اللي وصلت ليه. اذا بالنسبه لهذا الموضوع ديال الاتقان ديال الكاتا، نطرقوا يعني الحوايج اللي خصهم يعني يخدمهم هذا الشخص الممارس اللي عنده الغرض باتقان هذا الكاتا، وهذه مطالبين بها كاملين، ماشي غير واحد اللي عنده الغرض، وانما هذا الغرض ديال الجميع كممارسين، لان حنا كنمارسو فن الكاراتي، وفي الكاراتي هذه الماده هذه اللي هي الكاتا اساسيه في يعني في الممارسه ديال هذا الفن كما سبق لي ان ذكرت. اذا لكل كاتا خطوات معينه يجب خصنا نحترموها، يعني على حسب يعني كل ممارس خصو يحتفظ عليها هاد الخطوات، ما خصوش يغيرها، هذاك الشيء كيما هو خصو ينزلو، ولكن خصو يطورو على ذاته ويرجعو تقريبا وحده يعني ديك الصوره تبقى الاصل، ولكن كنديرها على الجسد ديالي، وكنحاول نخدمها وننميها على حسب الجسد ديالي، ونحافظ على التسلسل بطبيعه الحال المتفق عليه دوليا. هذاك التسلسل يعني كتنقول كتنعرف التسلسل يعني الكاتا كما هي الاصل ديالها، ما خصنيش نغيرها، كنبقى محافظ على داك التسلسل ديالها في الايقاع مثلا، وفي يعني في هذيك الخطوط الشكليه، الشكل ديال الارض ديال الانبوسن كنحافظ عليه، ما خصنيش نغيره. هذه من جهه وجوب عاوتاني
خصني نفهم بعدا كممارس لهذه الكاتا هذه المعنى ديال كل حركة اللي كندير، خصني نعرف المعنى ديالها باش يسهل عليا ديك الساعه التنفيذ ديالها بكل دقه وبكل سرعه وبيكون لي تركيز. الا ما كنفهمش شنو المعنى ديال الحركه راه ما نقدرش نعيشها. اذا انطلاقا من الفهم ديالها في التنفيذ ديالها في الفراغ كيكون عندي واحد كنعيشها، يعني كنعيش هذيك الحركه بحضور، يعني دائما كنحضر واحد الخصم كما يقولوا يعني خيالي خلال الممارسه لهذيك التقنيات، يعني كنحاول نعيشها بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للتاديه ديالها يعني في الوقت فاش كنادي هذه الكاتا هذه من البدايه للنهايه ديالها، خصنا تكون عندي ديك الروح والقوه والجديه دائما من البدايه حتى النهايه. ما نبداش في الاول مثلا جدي شويه وفي التالي كنبدا نطرخه، خصني الجديه باش بديت والروح والقوه اللي بديت فيها في الاول خصني نستمر بها حتى الاخير. هذا هو المطلوب، وخص يكون دائما احترام للفواصل، ديك الفواصل اللي كتكون في دوك الوقفات اللي كيكونوا ما بين هذه وهذه بالنسبه حتى للايقاعات وداكشي، بالنسبه للايقاع ديال القطع اللي كنعرفوا دائما جميعا خص يكون واضح، يعني ما بين كل حركه وحركه، يعني ما غاديش ناكل الحركه الاولى على حسب الثانيه ولا العكس ولا هكذا، لا، باش اللي تنفيذ يعني الحركه اللي جايه ناكل في الاولى. اذا هذا اللي ما خصوش يكون، خص كل حركه خص نعطيها الحق ديالها ونفصل بينها وبين الاخرى. هذه بالنسبه لهذه النقطه هذه. اضافه الا خص يكون عندي داك الثبات، يعني ما يكونش عندي داك لي ديزيكيليبر، يعني داك يعني فقدان التوازن مثلا ولا هذا، خصني يكون عندي ثبات في الحركه، الثبات اللي في التام تقريبا في نهايه كل حركه، داك الوقفات كما كنقولوا داك الفخيناج، داك الوقوف خص يكون عندي، يعني كنوقف بكل ثبات، يعني ما يكونش عندي اضطراب في سميتو في الوقوف. الا وقفت خص الصحه ديالي كلها، الجسد ديالي كله يوقف، دي كيمشي مع ديك الحركه اللي دارت، ماشي اللي ديالي دارت الحركه والصحه ديالي باقا كتحرك مثلا. هذا هو القصد في هاد الثبات التام. اذا هذا من جهه. اذا بالنسبه اللي خصنا نتذكروا ان جميع حركات الكتا مرتبطه يعني بالتنفس التنفس، لان هو اللي كنقولوا هو البنزين كما كنقولوا بالنسبه ديال السياره، يعني هو سي ليسونس ديال يعني ديال الصحه ديالنا، يعني ديال الخدمه ديالنا في الكتا. يعني الا ما كانش التنفس، الاغلبيه كنشوفوا اغلبيه ديال يعني ديال الممارسين كيقطع التنفس، هادي شنو قدامنا يعني بالنسبه للممارسين ما كيكونش عارف. الا انه الواجب وهو ان ولاتقان الكاتا وباش ما تغلبنيش الكاتا، كما غيكون العدد ديالها في الطول ديال الكاتا ولا شي حاجه، ولا نقدر نخدم الكاتا مثلا وعندي دور ثاني، هذه بالنسبه للناس اللي كيخدموا في البطولات ولا حتى في امتحان مثلا في باساج دو غاد، في امتحان كمطالب كتكون عندي كاتا وكتكون تابعه الاخرى، مطالب باش ندير وحده مور وحده مثلا. اذا كنت كنتنفس مزيان، كانت عمليه الشهيق والزفير يعني منظمه اللي نشرحها تقريبا بالنسبه للشهيق، وزدنا عليه ارتخاء العضلات في بدايه الحركه، ستكون هذه في بدايه الحركه. بالنسبه في نهايه الحركه تيكون الزفير والانقباض العضلي. نعاود، بالنسبه لبدايه
يعني تنفيذ هذه الحركة هذه كنستعمل الشهيق والارتخاء، وعند تطبيق الحركة ونهايتها كنحاول ندير الزفير وانقباض العضلات. هذه هي العملية ديال التنفس علاش كنهضر، ودير الشهيق والزفير انسبيري اكسبيري. هذه هي العملية، كنجمع النفس في يعني بالنسبة للشهيق، وبالنسبة للزفير كنخوي النفس. هذه هي العملية اللي كنقصد بالنسبة للتنفس، يعني من خلال تنفيذ تقنيات الكتا في الكتا كلها طبيعة الحال. إذا بالنسبة للزفير خصو ما يكونش باين. عاوتاني ملي كنشوفو في بعض الممارسين كيبالغوا شويه في العمليه ديال الزفير، كيوريوها بزاف وكيبقى تقريبا حتى كيخرج تقريبا حتى على يعني دوك المسالك ديال 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 مرور الهواء، وهذاك الشيء ما غير مطلوب، ما خصوش يظهر بواحد يعني بواحد الصوت عالي. يعني هما الغرض ديالهم كيحاولوا زعما يظهروا بانهم خدامين بقوه، يعني ولا خدام بقوه، ولكن هذاك ما كيعبرش على انه القوه، ما كيعبرش بتاتا بان راه الانسان كيخدم بقوه. اذا خصني نكون متحكم في العمليات الزفير ديالي، ان هي اللي كتكون تقريبا ظاهره. بالنسبه الشهيق راه ما يمكنش يبان، لان ما يمكنش ندير فيه شي صوت، ولكن بالنسبه للزفير هو اللي كيبان بزاف. اذا في المرحله الاولى من التدريب على الكتا، يعني من الاحسن الانسان يمشي بواحد السرعه متوسطه، ما يمشيش بسرعه، يعني يمشي بشويه في الاول، لا حبذا يخدمهم كلهم الحركات مثلا ديال هذيك الكتا بطريقه سلو، يعني سلو يعني بالعرض البطيء، على باش الاحساس بكل بلاصه ديال هاد الكتا، بكل تقنيه في هذيك الكتا، ونحاول نقدر نجزها كما ذكرت في بعض يعني الأشرطة السابقة بالنسبة للامتحانات ولا إعداد الامتحانات والإعداد الكتا للامتحانات مثلا، وتقسيم الكتا لعدة أجزاء. تنترجع سو فورم دو كيهون، يعني كيهون كتا عاد نجمعها في الأخير. إذا هادوك الطرق اللي كنت تهضرت عليها يعني تقريبا نقدر نستعملها باش نتقل الكتا ديالي، لأن هذا هو الغرض ديال هذا الموضوع ديال اليوم، إتقان الكتا. إذا هاد طرق خصهم يكونوا نمر بهم باش تكون عندي، يعني دابا بالنسبه للسرعه كما درت خصني نتحكم فيها من الاسرع، بالنسبه للاداء نمشي به بشويه مره نديرها سلو ونديرها شويه متوسط، ومن بعد عاد نديرها بالايقاع ديالها السريع. هذه بالنسبه للمرحله الاولى كما هضرت دابا، وهو عدم الاسراع في الاداء والاهتمام بصحه الاوضاع. هذه بطبيعة الحال الأوضاع خصني نحس بهم، خص زانكوتسو كيباداتشي كيباداتشي، خصها في كل مراحل الكاتا وكل بلاصة في الكاتا. ما نقولش هذه فيها زانكوتسو حيت بين الحركة الأولى وهذه حيت الحركة الأخيرة، كلهم مطالب أنني كلهم الأوضاع يبانو مزيانين كلهم على الأقل شكلا. ما بالنسبة الإحساس الداخلي راه بالممارسة حد كنحس بهم، لأن ما يمكنش نجي نكسبها في مرة، لأن الممارسة هي اللي كتجعلني نحس بالحاجة يعني أكثر. ولكن في الشكل نقدر الشكل نديرو بسرعة، ماشي شتو باق في البلاصة غادي نستعمل الشكل ديالها، ولكن بالممارسة يعني الكثيرة يعني والتردد على هذيك الكتا وعاودها شحال مره، هنا كنكتشف احساسات ديال حتى الا كان عندي خطا مثلا
في الوضعية راه كنحس به بلا ما نشوف في رجلي، انا كنحس به باني عندي خطأ فسميتو، ولا برجلي خارجة ولا رجلي نازلة ولا كذا. اذن هاد باش كيتربى بالممارسة يعني والمعاودة ديال الخطأ شحال من مرة. اذن بالنسبة لهاد المرحلة هذه، بالنسبة للكتا كاين فيها بطبيعة الحال كيكونوا ليكياي كياي، ولا اللي مطالب به بالنسبة للكتا. خلاص تقريبا كلهم فيهم جوج ديال ليكياي، الا الكتا واحد اللي تقريبا هو اللي فيه كياي واحد اللي هو كاتا وانكن، هي الوحيدة على حسب يعني لي كاتا اللي كاينين ديال فن شوتوكون. اذا هذيك كنسميوها صيحة، يعني ديك الصيحة اللي كتكون، وكان تسمى دائما بلوكي ياي، فيها حرف الكاف وحرف الياء اللي لا فونيتيك، يعني لا الطريقه يعني استخراج هذاك الكيهاي، كتستعمل فيه حرف الكاف وحرف الياء حرف الياء، نظرا لهاد الحروف بجوج اللي كيعطيو تقريبا واحد القوه ديال هاد الجزء ديال الحلق، ما كتاثرش عليه وكتخرج تقريبا هذيك الكياء كيخرج الصرخه بدون تاثير على المسالك الهوائيه. وهاد الصيحه بطبيعه الحال راه خصها تخرج من يعني من البطن كما كنقولوا، كتخرج من العمق، ما كتجيش خارجه غير تقريبا في على مستوى يعني سطحي هكاك خارجه غير من الحلق تقريبا وخارجه، وانما خصها تخرج من الداخل. هي يعني عباره عن زفير كما قلت في الاول، وهذاك الزفير راه كيخرج تقريبا كيجي كينتج عن شد العضلات بطبيعه الحال ديال البطن، وإخراج أقصى طاقة ديال الجسم تقريبا مع هذاك التزامن ديال هذيك الصرخة اللي كيأديها الممارس. إضافة بالنسبة للتوقيت، بالنسبة لإتقان الكاتا دائما عندنا التوقيت الصحيح لكل حركة، كل حركة سيكون عندها واحد توقيت صحيح لاستخراج القوة والسرعة، لاستخراج القوة والسرعة مع ربط كل حركة مع اللي قبل منها، داك الربط ديال الحركة مع اللي قبل منها وبعدها. إن هذا راه مطلوب، وعلى اساسه بالنسبه لتقييم الكاتا، لا بالنسبه لقضاة امتحان ولا بالنسبه لحك يعني قضاة البطولات مثلا، كيرتكزوا بزاف على حتى هو على هذا المعيار، وهو تنسيق ما بين الحركات اللي قبل وهذيك فاش كاين وديك اللي موراها، يعني كيكون واحد التناسق، كيكونش واحد الانقطاع، كيكون تناسق ما بيناتهم. إضافة في التطبيق في التنفيذ يعني وتطبيق هذا الكاتا، مطالب مني يعني الاعتدال على مستوى العمود الفقري، القصد هو الاستقامة، يعني استقامة الظهر في جميع أوضاع الكاتا، وهذا كيعطيني الكاتا ديالي والتقنيات المنفذة اللي كنتنفذ فيها واحد الجمالية، كتعطيني جمالية بالنسبة فاش كنقد ظهري مزيان وكندير الحركة ديالي وما كيبقاش الظهر ديالي مقوس. اتجاه إضافة لاتجاه النظر، حتى النظر مهم بزاف، يعني قبل ما نمشي لواحد الجهة كنشوف عاد نمشي ليها،
يعني هذا خصو يكون دائما منسق، تنسيق دائما ديال جميع الأعضاء ديال الجسم ديالي كيكون عندهم تنسيق، واحد الاتجاه غادي نمشي لواحد الاتجاه طبيعة الحال خصني نشوف، ما نمشيش هكذاك حضر راسي ولا شي حاجة، وإنما دائما الظهر ديالي مستقيم والنظر ديالي قبل ما نمشي. مستوى النظر دائما كيكون أفقي، سيكون أفقي، ميبقاش غادي كيطلع ويهبط، كنحافظ على واحد المستوى أفقي في النظر ديالي. مستوى ديال الكتفان طايح تقريبا، ما يبقوش طالع. هاد المثلث المكون من الرأس والكتفين كنحافظ عليه دائما، ما كيبقاش يمشي هكا ولا هكا، كنحافظ عليه. إضافة للظهر المستقيم بطبيعة الحال، هادشي كله كيضفي واحد، كيعطي واحد الجمالية في الممارسة ديال أو التطبيق ديال هاد الكاتا أو تقنية الكاتا مثلا عامة، أو تقنية فن الكاراتي بطبيعة الحال على العموم. إذن التركيز أمر مهم بزاف، هذا التركيز حيت كنذكرو، التركيز راه كنذكروه في كل شيء، في جميع يعني القواعد اللي كي الأساسية ديال فن ديال ممارسة فن الكاراتي. ديما كنبقاو نقولو التركيز حتى هو في الكاتا راه مهم بزاف، يعني وعدم نحاول عدم التفكير في المحيط اللي كيكون كيداير بيا، ما كنبقاش كندير الكاتا وعينيا كيمشيو منا ولا منا ولا منا، كنحاول نتجرد مما يحيط بي. اذا كنمارس كنخرج من اون فوا ندخل الكاتا ديالي، هذاك الشيء اللي على برا ما كيبقاش كيبان ليا، كندخل في الكاتا ديالي حتى كندير لو سالو ديالي والتحيه ونرجع في حالي، ديك الساعات كنبقى عادي يبان ليا شنو كاين على برا. بهاد الفكرة هادي خصني ندير الكاتا ديالي ونخرج ونخدم الكاتا ديالي باش ما باش باش التركيز ديالي ما يتشتتش. هذا النقاط، نحاول نتطرق للنقاط الواجب مراعاتها اثناء الكاتا، اداء الكاتا. عندنا الفهم الجيد لكل حركات الكاتا كما ذكرت في الاول، خصني نفهم بعدا اش اولا شنو المعنى ديال هذيك الحركه اللي كندير. هادو باختصار غادي نحاول نسردهم، هي كما قلت الفهم الجيد لكل حركات الكتا، يعني اي معرفه الممارس للغرض او الهدف من هذه الحركه بطبيعه الحال، واتجاه الحركة والكيفية ديال الأداء ديالها، كيفية باش نطبقها. عندنا الوضع الجيد والمعنى ديالو، معرفة الممارس لوضع القدمين ديالو، الرجلين ديالو، خصو يعرف كما هضرت في الأول، كتكون ديك الصلة ديال أنني كنحس بلا ما نشوف، كنحس الوضعيه ديالي بلا ما نحس، وهذه كنميها بالممارسه. اذا هذا من جهه، هذه النقطه الثانيه اللي هي الوضع الجيد، وخصني نحس بمركز ثقل الجسم، مركز ثقل الجسم، باش كنعرف راسي حيت ندير الوضعيه للخلف او وضعيه للامام او وضعيه في الوسط. الوضعيه ديال الخلف اللي كنقولوا عليه كوكوتسو داتشي او نيكوشي داتشي، ولا الوضعيه للامام لي زانكوتسو داتشي مثلا، ولا فودو داتشي، الوضعيه ديال الوسط ولا كيبا داتشي، هادو اوضاع كلهم خصني نعرف دائما المركز الثقل ديالي فين كاين، دائما خصني نحس به، وهذا الشيء كيجيب الممارسه بطبيعه الحال. عندي بالنسبه لتسلسل حركات الكتا، ثالثا تسلسل حركات الكتا كيستوجب عليا كممارس لهاد الكتا هادي معرفة كيفية الخروج من حركة إلى أخرى، من حركة إلى أخرى، وكذلك معرفة التسلسل
الصحيح لحركة الكتا بطبيعة الحال. خصني نعرف الإيقاع، خصني نعرف خرجت من هذه باش نمشي لهذه، داك الفاصل بيناتهم كيفاش نغير الاتجاه، والطريقة باش نغير الاتجاه من دون ما نفقد التوازن ديالي، ودون ما نفقد يعني الشكل الصحيح للصحة ديالي. مثلا كالعمود ما يطيحش لقدام، الرأس ديالي، النظر، هذوك الأمور اللي ذكرت في الأول. رابعا الإيقاع والتوقيت، واش كنعنيو به هو المعرفة الجيدة للإيقاع الصحيح للكطأ، ومعرفة الزمن المناسب الذي يمكن خلاله تأدية الكطأ بشكل جيد. يعني ما غاديش ناخد يعني مثلا عندي قدام باغي ياكل سكر غير الاتجاه ندير شطوكي، هادو خصني ندير مثلا قدام باغي ياكل سكي نعطي واحد الفاصل قصير وندير شطوكي مباشرة. مثلا ما خصنيش نديرهم كاملين في مرة، ولا ندير قدام باري ونحبس عاد ندير ياكل سكي عاد ندير. يعني بالنسبة للإيقاع ديالهم مثلا خص يكون هذاك التناسق، وكيكون واحد التوقيت ديك بام 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 بحال هذا الشكل هذا باختصار. إذن ننتقلوا خامسا بالنسبة للثبات والسرعة، الثبات والسرعة، وهو ثبات الممارس لهذا الكتا ولا لهذا تقنية الكتا بعد الخروج من الحركة إلى أخرى وبالسرعة المناسبة المطلوبة. يعني كنت جاي بواحد السرعة في واحد التقنية الأولى مثلا، وانتقلت للتقنية الثانية، يعني داك الثبات خصو يكون عندي واحد الثبات، خصني ما يكونش عندي ان ديزيكيليبر، يعني داك فقدان توازن. اذا جيت من هادي ومشيت لهادي، داك الانتقال من هادي لهادي خصو يكون انتقال سلس، يكون يعني بتركيز وبثبات. هذا هو القصد. إضافة يعني سادسا نزيدو مثلا عندنا القوة والروح القتالية. القوة يستوجب دائما على الممارس أن تكون عنده روح قتالية عالية للأداء دون إسراف عاوتاني. هذيك داك الزياده في الشيء راه كيرجع للضد ديالو كما كنعرفوا. اذا كتكون عندي روح قتاليه في طبيعه الحال في التنفيذ ديالها، ولكن ما خصنيش نبالغ، خصو يكون داك الشيء بالقياس، يقولوا ما يكونش زايد على النسبه المطلوبه والشكل المطلوب باش تبان الفنيه، ما كيبانش داك العنف من خلال تنفيذ هذه الكتا. هذه التنفس السليم كما ذكرت في الاول. دابا راه انا غادي دابا كنعطي تقريبا خلاصه لما هو مطلوب في يعني لاتقان الكتا كما هضرت في الاول، وهو التنفس السليم. هذه يعني النقطه السابعه، معرفه الممارس بكيفيات وامان واماكن الانقباض والانبساط في اداء الكتا. يعني خصني نعرف البلايص فاش خصني نستعمل يعني الشهيق والزفير في الوقت ديال، حتى نهضر على الزفير كتكون داك الانقباض العضلي، يعني في الوقت فاش خصني نستعملو، في الوقت فاش خصني ما خصنيش نستعملو. يعني خصني نعرف هاد الامور هادي، والاماكن يعني البلايص في الكتا اللي خصني كيكون فيها كنقوم بها بهاد العملية هادي ديال التنفس السليم. النظر يعني نقطة ثامنة، وهو النظر والتركيز على الهدف، النظر والتركيز على الهدف، وهو التوقيت المناسب لتوجيه النظر في اتجاه الحركة الموالية مع التركيز. التوقيت المناسب لتوجيه النظر في اتجاه الحركة الموالية مع التركيز، هذه هضرت عليها في الأول،
دائما التركيز والنظر ديالي تقريبا كيمشيو في نفس الوقت، يعني كنحاول نركز على الاتجاه علاش غنمشي، وكيسبقوا دائما النظر، يعني داك الشوفة عاد كنمشي، ماشي مشيت والنظر ديالي غادي مشت لجهة أخرى، لا، النظر كنمشي موجه بكل تركيز لهذاك الهدف اللي غادي نستعمل، والحركة والتقنية اللي غادي ندير، اللي غادي ننفذ. بالنسبة للنقطة التاسعة وهي هيئة اللاعب ودخوله للبساط، هذيك المراسم الأولية يعني كاحترام المكان والهندام ديال الممارس، ويعني هذاك الشيء داخل في التربية ديال ممارس فن الكاراتيه بطبيعة الحال، ماشي حتى الكبار ولا حتى داك الشيء من الصغار كيطلع وكيتربى عليه، لأن من بين المبادئ الأساسية اللي كتعلم لينا فن الكاراتيه وهو النظام والنقاء، يعني نقي الهندام ديالي حيت كنهضر على الهندام، وهو بالطبع بصفة عامة ممارس الفن الكاراتيه كيكون أنيق، يعني حتى في الملابس الخارجية ديالو بطبيعة الحال، والنظافة، إن هذا الشيء كنتعلموه من بين الأساسيات اللي كنتربوها في فن الكاراتيه، وهو الأناقة والحوايج يكونوا نقيين. إذا واللي كنقصد هنايا كثيرا وهو الكيمونو اللي عنده علاقة بهذا هذا الشيء اللي كنهضروا بالنسبة لممارسة فن الكاراتيه، وهو الكيمونو دائما، لأن كنعرفوا الكيمونو دار هو غير باش كما يقولوا كبدلة كندخل كنخدم بها كنعرق فيها داكشي، ولكن حيت نعاود نخرج خصني نقيها تاني باش نعاود نجي، دابا كندخل ما ندخلش بها فيها الريحة مثلا، ولا هذا هو القصد. إذا بالنسبة للمحافل أو البطولات مثلا، كمطالب أني نقد مزيان أكثر، يعني أكثر من اللازم، الكيمونو ديالي الحزام ديالي يكون محزوم مزيان. هذه من بين مظهر الممارس العام، هو عامل من العوامل الهامة، يعني هذه مهمة بزاف اللي كتعطي انطباعا إيجابيا حسب الحالة لكل من يشاهد هذا الأداء، يعني بالنسبة للكذا أو كذلك لدخول البساط أو الخروج من البساط، هذه المراسم كلها كتعطي انطباع جيد بالنسبة للممارس، حتى بالنسبة للقضاة اللي غادي يقيموا هذا العمل اللي قمت به أو اللي كنقوم به. إذا داك الشكل ديالي خصو يكون يعني مظهر يعني جيد. إذا هذا على الاختصار تقريبا أو بخلاصة، يعني باختصار هاد النقاط اللي هضرت فيها، التسع النقاط الواجب المراعاة ديالها أثناء تأدية الكذا لإتقانها. ونتمنى يعني نكون يعني تطرقت لجميع يعني النقاط المهمة لإتقان الكذا، لا لغرض البطولة، يعني لتأهيل البطولة أو لتأهيل لاجتياز امتحان معين درجة معينة أو مستوى معين، أو لتنمية يعني قدراتي الشخصية في الممارسة عامة، ماشي بالضرورة يعني للبطولة أو للامتحان، وإنما لتطوير يعني فن ممارستي لفن الكاراتيه، ما دام أن الكاتا كتعد من الأساسيات، إضافة للكيهون والكوميتي في الكاتا، حتى هي اللي كتكون المثلث اللي كيجمع هاد الثلاثة ديال الأساسيات، يعني المهمة اللي كتكون فن الكاراتيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.